توليت ريت نخسر فهمني ساحتي ونخسر كل شيء مصباح ربي ندور من الاسواق كل مشتقه ساعه من تقضي واحد يبيع لك فهمني ب 3000 واحد يبيع لك ب 4000 يعني ريتها كل نهار ريتها 40000 50000 تصرفها بين فتكه بين لعبه اللي انت شاريتك فهمني 500000 700000 باش تخلص بها ماء وضو ونفقه وروضه وكريش وكل شيء اللي هو فهمني يهبط لنا يقول لنا طماطم فهمني تو بطماطم ب 3000 اللي هي ب 2000 فرنك مسعرين ايش اشوف تقابل 1300 يبيعها ماكسيموم فهمني ب 1500 توصل ب 3000 البطاطا كيف كيف الفلفل كيف كيف يا صاحبي وين شو يعمل كان مش نخرج من البلاد ما يخليوكش مش تهج وين مش توصلوا بالضبط هذا يا سيدك كريته يحقنوا فينا طرف طرف قطعه قطعه معل هذا قتل ريتو شنو القتل القتل بالمرحله بالمرحله انسان يقتلوه عرق عرق في بلاده لا يلحق على طماطم لا يلحق على الفلفل لا يلحق على معيشه لا يلحق على زيت السكر ما ثماش كل شيء ما ثماش تمشي حتى اداره مش تقول له اعطيني ورقه يقول لك ديزولي ما ثماش مش تمشي تعمل ريتها مضمون ديزولي ما ثماش عندي بالسوري مش تمشي تخرج مضمون يقول لك معلم ما عنديش ما عندي حد شيء مضمون بالسوري نخرجك مضمون بالعربي ما نخرج لكش مش تمشي البوسطه مش تعمل فهمني تبعث ورقه نفقه ولا حاجه يقول لك اخوي اكتب اسمك ولقبك نبعث لك الدوله وين عايشين فيها اشنا فيها سي ما عادش ماشيين عمل التيل يا صاحبي احنا توا في يقولوا اللي الاسعار ماهيش فما اللي يقول القاعده تنخفض واللي قاعد هاي قدامك كل شيء بالبريف مال هاي طرف طماطم وطرف بصل وحاشاك فهمني طرف شنو بصل وطماطم معلم هذوما فهمني 7000 فرنك وهذا مازلنا ما وصلناش حاجه اساسيه طرف دجاج معلم 13000 مش توصل تاخذ طرف جلبانه مش تاخذ حكه طماطم وكل شيء يعني يا ريت فطور زوالي مواطن يكلف 40000 50000 يومين اجور معلم أجور هذا مشو سرا بين دبوسة زيت وشوية فلفل وشوية كذا وشوية كذا 50000 وين مش يوصل عبد وين مش يوصل معلم برا شوف هاو كان تقل الأسوان برا شوف كيفاش تقاشي واحد يبيع بالتسعيرة ولا كذا ما ثم حد يبيع بالتسعيرة معلم كل وحيد اللي هو اللي عملته الدولة بالمنتج المستهلك يا انتي هاو منتج متستهلك هاني ولا يا سيدي كبرك هاني تو مشيت للمرشي هاني أبرك يا معلم المنتج بسالك هاي طماطم ب 1500 فرنك ابرك على الاقل صحيح الفلفل غالي فهمني يعني كل شيء قدام وانا كنت عادي نقاي الصور قلت اخوي ارجع تنعطي كلمتي يعني مشيت درت قبل ما ناخذ مشيت درت مو كل النصابه بطحه منه بطحه منه هو معذور صحيح واخذ بالغالي يا ما اخوي هذاك هو صاحبي احنا رانا تبنا معلم ما عادش واحد يهز الخلايه مش يهز مرته صغار مش يهز يخليهم للحاكم خليه هو ما يتصرفش فيه هو خليه هو كيفاش يعيش وبعد يقولوا هاي هذه طلقت وهذه هجلت وهذه كذا بالرسمي ما عاد معش فيه واحد معش نافذ بجلده معنا كان هربت مشيت تضربك الحبس وصمنتي وكذا ما تعرفش تخلص النفقه كان من المعيشه تمشي الو وكذا موكلنيش ما شربنيش ايش هيك باباها ومنا معنا معش فيه كيفاش نعيش وانا في البلاد هذه سكر علينا بيبان الكل اخوي خرجونا من البلاد خلينا نجوا يعطيونا عملونا فيز يعطيونا فيز خلينا نخرج باسبورات عملونا خلينا نخرج خلينا البلاد خلينا نشوفوا شكون يقعد فيها بيعونا ببلادنا بزواولنا بصغارنا بكل خرجونا يا تولي لوروب ارحم يا معلم تمشي لوروب ارحم خير من هنا بالف مره اخويا ورشال اخويا من احسن ما عادش فاهمين شيء احنا من البلد هذه ولا بيقدر خير وان شاء الله رمضانكم مبروك الناس الكل